بسم الله الرحمن الرحيم. بوت هو بوك ادابتيشن اوف تريننج. There will be reading in English and in Arabic to be included as article. So the meaning of bot is book adaptation of training and also book article of training. In Arabic, كتاب adaptation أو كتاب التدريب على الadaptation. Adaptation والقراءة أو كتاب صوتي مع مجلة جاج في ام. This book, it will be included with GAG VM, GAG Voice Magazine. It will be sold as electronic division, as electronic book with the sound. And paper book without sound. Thank you. I'll start in English, then the Arabic. So in English, I will explain when you receive GAG VM, which is GAG Voice Magazine. It's an electronic file. You can read and listen. بالعربي GAG VM هي مجلة صوتية وتباع كمجلة إلكترونية ومعها الصوت بالعربي. أما المجلة الورقية ليس معها الصوت، ليس معها هدية الصوت. I'll start in English. So the electronic GAG VM, the electronic version, it is magazine, voice magazine, and it will be also in Arabic. There is English version and Arabic version. So you will see the written words, which is book adaptation of training, hashtag bot. And it will be this hashtag in the Twitter to communicate with the readers. بالعربي المجلة الإلكترونية GAG VM هي مجلة صوتية
وأيضا من يسمع يرى الكتابة. يعني يرى الكتابة موجودة لكن بالحروف اللاتينية. أما هذه الكتابة فممكن تكون بالعربي لكن مكتوبة بالحروف اللاتينية. تحتوي المجلة على قصائد أو دواوين شعر، وأيضا تحتوي على مقالات أو قصة القصيدة، وأيضا القصة، وأيضا من خلال القصة هناك شرح. فهناك ثلاثة أعمدة، منها القصة أو القصيدة، ثم قصة القصيدة، ثم الشرح. وإذا كان بدأنا بمقالة أو رواية مسرحية فيكون هناك الرواية في العمود الأيسر من القارئ، ثم قصة المسرحية، ثم تعليق المجلة. In English, hashtag bot, as we know, it is book of book adaptation of training, and the magazine, which is GAGVN. GAG Voice magazine, it will have three columns. The one in the left will have in the magazine like the poem or play, which is already like for some writer, or the play from director, this is in the left of the reader, and this second one which is in the right, if there is poem, it will be the story of that poem. We will have 40 poems under book of Ammu, and as we see in the right now, or article, so it will be in the left at the article, whether it is poem or whether it is the story of the play, which is in the theater or teatro, and also Ammu has a lot of theater stories, the seniorist. And in this second page, we will tell the reader and the listener the story, all in the electronic file, the sound. So the story behind
the article of the play or the poem. In Arabic, بالعربي المجلة التي هي مجلة صوتية وإلكترونية سيكون هناك الكلام أو هناك ثلاثة أعمدة في العمود الأيسر القصيدة أو المسرحية القصيدة الشعرية أو المسرحية يعني المقالة ثم في العمود الثاني الذي أمامنا سيكون شرح للمقالة وهي تحت قصة المقالة أو قصة القصيدة هنا نقرأ كان معنا بوت لو بوك ادابتيشن اوف تريننج أو كتاب التدريب على ادابتيشن فهنا تعريف ادابتيشن كما جاء من الويكيبيديا هي عملية يجريها أي إنسان بافتراض تقليد يعني مثلا عندما يقلد أغنية موجودة أغنية فيقلدها مثلا زي أغاني أم كلثوم يأتوا مطربين يقلدوها المغنية أو المغني فهذا adaptation يعني هو وضع نفسه محل المؤلف أو المغني يعني لو كتب الأغنية مثلا كانت تأليف رامي ممكن كتبها بصيغة تانية مثل رباعيات الخيام سوى رباعيات رامي بدون رمية بدون رامي أو رمية رامي رباعيات رمية رامي فهنا عمل adaptation في الكتابة وممكن إنه في القصيدة هذه يأتي بقصيدة أخرى قصيدة أخرى على طريقة يعني يسميها رباعيات وسيكون في المجلة موجود رباعيات رمية رامي فيكون الشاعر أو اللي عمل adaptation اللي غير هو ليس رامي لكن رمية رامي فهذا رمية رامي هو عمل adaptation فممكن حتى المغني يعتبر غناء رمية رامي لأنه هو المؤلف فهذا التعريف تم توضيحه فقالوا في التعريف عادة الطفل دائما يعمل adaptation يعني يقلد في السلوك في الكلام في المنطق يعني مثلا طفل في عائلة فواحد يقلد أبوه تجد واحد تاني يقلد أمه واحد تاني يقلد أخوه أو جاره فهنا دائما الطفل في السلوك سواء سلوك الكلام أو حتى سلوك الأفعال وأيضا ورد أنه في سنة 2002 طبعا نحن الكلام بالإنجليزي ما تكلمنا بالتفاصيل لأنه الشخص يقدر يقرأ كل التعريفات لكن بالعربي هو مو فاهم التعريف فذكر هنا في هذه الصفحة adaptation في عام 2002 لأنه هو أصبح يسمى American Meta
كوميدي دراما فيلم او ظهر فيلم اسمه امريكان ميتا كوميدي دراما، والفيلم له مخرج دايركتد باي سبايك. ففي فيلم يمكن عن الادابتيشن، واعطى كمان اسم المخرج سبايك ايونز او جونز، واسم الكاتب شارلي كوفمان. يستطيع المستمع يرجع لهذا الفيلم. فالفيلم هذا يعني موجود، واعطوا كمان اسم الناشر نيكولاس كيج وميرلي ستريب. يستطيع المستمع يعود إلى هذا الفيلم. الفيلم اسمه أمريكان ميتا كوميدي دراما فيلم 2002. بسم الله الرحمن الرحيم. In English, this is a poem, but it will be in Arabic. This is the received from the author as an article in the left side of the reader. I will say this poem in the Arabic language as a song. من ديوان صواع الملك هو جزاؤه. قصيدة بن بنتان شعيرة شعيرتان شعيرة شعيرة شعيرتان. الشاعر اسمه الفني رمية من غير رامي، كاتب رباعيات بنة وبنة. أبدأ في الإلقاء بلحن حجازي. بنة وبنة بنا وبنا في فنجاني. قالتا أسوري سمعنا يا ترى. شعيرة وشعيرة في قنينتي. قالتا عم قالتا عم سمعنا يا ترى. سنبلتي أم مسكي سنبلتي أم مسكي تختارني.
سنبلتي أم مسكي تختارني. أمسك هو من أسمع الورى. هوائي ومائي عالق في هوائي، ومائي عالق في هوائي، في أنبوبتي في أنبوبتان يمران فينفصلان. عنصر عنصران دواء أنفاسي، عنصران دواء أنفاسي، ذرتان كلاهما اتحدان. أبدأ كلاهما اتحدان. أبدا أبدا لن يتوقدان. كانت هذه القصيدة وهذه الأبيات إهداء، إهداء إلى سوري وهل ساني. عمو ومسك، عمو ومسك كاتباني مخرجاني. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك أيها النبي العدناني. سلمتم.